أستاذ خالد، الحقيقة واحنا بنتكلم يعني عن إدخال المساعدات، احنا شايفين منظومة كاملة من العمل على قدم وساق من بدء طبعا عملية التصعيد في غزة، وشايفين كمان زي ما حضرتك قلت يعني متطوعين موجودين، عمال موجودين عند المعبر، سائقين موجودين عند المعبر. عايز أعرف من حضرتك يعني الكواليس للدقائق قبل إدخال هذه الشاحنات أمس عبر معبر رفح، فكرة الوجود والتواجد عند معبر رفح، طبعا في لو هنتكلم حتى ظروف الجو، الظروف نفسها ما كانتش سهلة، البيات أو الإقامة في خيم كمان أكيد ما كانتش سهلة، يعني لو حضرتك تنقل للسادة المشاهدين الصورة يا فندم. احنا تواجدنا امام المعبر كمتطوعين عن التحالف الاهلي العام الاهلي التنموي، كنا بنوجه رسالة للعالم كله ولشعوب العالم انها تضغط على حكوماتها من اجل وقف نزيف الدم داخل قطاع غزة. كنا بنوصل رسالة لأهلينا داخل قطاع غزة إن إحنا متضامنين معهم بعدم تهويد القضية الفلسطينية وتصفيتها على حساب دول أخرى. كمان إحنا موجودين أشقائنا داخل قطاع غزة كتف بكتف لتوصيل المساعدات ليهم مهما كان الثمن، لما متناسين كل الظروف الصعبة اللي إحنا متواجدين فيها سواء في المعيشة سواء في الغذاء، كل ده بننساه مقابل لحظة دخول أي شاحنة لأهلينا قطاع غزة للتخفيف عنهم. الجهود طبعا مستمرة خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله، وهنشوف طبعا إدخال شاحنات أخرى بإذن الله خلال الساعات القادمة زي ما حضرتك قلت، يعني من المنتظر يبقى في دخول لحوالي 17 شاحنة. حابين نعرف التنسيق مع الجانب الآخر الفلسطيني، الجانب الآخر من المعبر بيتم إزاي لتوزيع هذه المواد الإغاثية؟ طبعا يتم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستلام ورعايه اليو ان لاستلام المعونات الممنوحه لاهالينا وهديانا الممنوحه لاهالينا داخل قطاع غزه، ويتم تنظيمها وتوزيعها على المناطق الاشد احتياجا داخل غزه.